حياكم الله مشاهدينا الكرام تابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير، فقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أولى مواضيعنا وأحداثنا في هذه الفقرة وفي هذه الحلقة سبايكر جريمة العصر اللي راح ضحيتها آلاف الشهداء من قبل عصابات داعش الإرهابية. سبايكر هذه الجريمة اللي ظهرت صورها وفيديوهاتها في حينها وبكى العالم لما شاف المناظر تمر علينا في هذه الأيام، الذكرى السنوية لهذه الجريمة، جريمة سبايكر اللي هيهات انه يبقى حق الشهداء، الحشد الشعبي والقوات الأمنية سطروا أروع الملاحم في القتال، طردوا وقتلوا عصابات داعش الإرهابي وأخرجوهم من البلد، سواء في نفس البلد تحت الأنقاض، خلوهم بالتراب بالصحاري أو شردوا وراحوا، لأن تعرفون هم جبناء، هم يغدرون يستغلون نقطة ضعف أو غدر. هاي هي شيمة العصابات القذرة ومن يساعدهم وأعوانهم. بس احنا أنا ما أريد أجيب موضوع وأخلي على موضوع، بس احنا كنا نعرف أنه جريمة سبايكر اللي قام بها عدد مع الأسف نقول عليه من أبناء الداخل أيضا اللي عايشين، أولاد النظام البائد، ابن مدري منه، ابن أخو الهدام وابن شقيق هدام وابن مدري منه، بمساعدة هؤلاء صار لي عصابات داعش الإرهابية آنذاك صيت، وعلى أساس هم دولة ودولة الخلافة ودولة الهذا، جاء الحشد الشعبي والقوات الأمنية دعسوهم بالقاع وراحوا، داسوا عليهم وطلعوا ونظفوا البلد من هاي العصابات. تمر علينا مثل ما قلت لكم في هاي الأيام ذكرى هذه الجريمة، حيث ذهب الكثير من عوائل الشهداء إلى مكان الجريمة، إلى مكان ما استشهدوا أبنائهم، المكان اللي راح يبقى طاهر، لأن راحت بيه سالت بيه دماء الشهداء الأبرياء. النهر الثالث في العراق بعد دجلة والفرات هو نهر الدم اللي صار. أتعجب إنه في حينها ما أخذت صداها في كثير من الدول. بس مثل ما قلت لكم، يعني المفرح بالموضوع إنه ثارهم ما بات ولا بقى، حتى لو بعد يوم شهر سنة تحرر هذا المكان وانقتلوا بي داعش، والبعض شردوا والبعض لبسوا عبي وتنكروا بزي النساء وهم جابوهم واخذوا ثار الشهداء ونظفوا البلد من هاي العصابات. خلينا نشوف الذكرى الأليمة وأيضا ذهاب العوائل إلى مكان وقوع الجريمة، جريمة العصر. هذه الصورة، كل من شايل صورة ابنه من أب أو أم ما ناموا الليل في حينها بسبب ناس قذرين مدفوعين. من نشوف هاي الصور ومن نشوف هاي هذا المنظر على مد البصر، وشوف هاي الشيبات المباركة، أبناء الجنوب أغلبهم من أبناء الجنوب اللي كانوا في صلاح الدين، من الجنوب رايح صلاح الدين على مود يدافع عن الأرض والعرض، ولكن بخيانة من بعض من أبناء هذه المدينة.
تتذكرون الأسماء اللي ظهرت، ابن مدري منو وابن شقيق المقبور وابن مدري منو ساعده وخله وقتله، وعدموا الكثير من هذول الشهداء. هؤلاء هم أهل الشهداء، يحملون الصور في مكان وقوع الحادث في الذكرى، ذكرى سبايكر. عائلات الشهداء تتوافد لمكان الجريمة. هذا هي، الله يرحمهم برحمته الواسعة ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وهم ماتوا أبطال، واللي غدروهم كلهم ماتوا. شكوا شخص اشترك في جريمة سبايكر، أما تم إلقاء القبض عليه أما قتلوا. حتى اللي شرد جابوا، حتى اللي لبس لبس النسوان جابوا، لأن عندنا أبطال عندهم غيرة. من شافوا هاي الجريمة ومن شافوا داعش دخل، شياب وشباب وصغار بالعمر، طلع بطرق روحه، راح صعد باللوريات الحمل، تتذكروها في حينها، صعد أنا رايح أدافع. عبان ما طلعت الفتوى، فتوى السيد المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله، هذا هو. طلعوا راحوا حرروا سبايك، حرروا القاعدة كلها والمدينة، بيجي على المصفى على صلاح الدين، حرروها كلها وكتلوهم كلهم. جوي هم عدموا الشهداء، صورهم ولابس السلاح والنطاق وما ادري شنو، هذا من جو الولد لبس 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 عبايه وربطه وطلع. جاء اذا انت مو قدها ليش تخوض هيك معركه؟ بس انت غدار، انت تحمل من القذارة الشيء الكثير. من جوك الولد طفرت، شلون تروح منهم؟ وين تروح منهم؟ ولد الملحة وين تروح منهم؟ على العموم خلينا نشوف التعليقات. الله يرحمهم ويغفر لهم واسكنهم فسيح جناته بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا بالمناسبة من بحثت بالتعليقات، اذا تشوفون هاي السمايلات مال الاضحكني على التعليقات وانا متقصد اطلعها، وهذا على مود انادي الامن الوطني وجهاز المخابرات. هذول اللي منطين لايكات باضحكني، دخلت على صفحاتهم لقيتهم من بقايا فلول داعش الارهابي اللي ما اعرف وين شاردين، ما ادري منو ابو ما ادري شنو، هاي الالقاب ماكو زين، وبصورته وبزي هذا الزي ما ادري منو هذا المالت القذر، فبعدهم موجودين بموقع التواصل الاجتماعي. فانا ادعو جهاز الامن الوطني الى تتبع هذه الحسابات. بالمناسبه مو بس ينطي اضحكني، حتى مرات اكو يعلقون بهم ببعض الصفحات، اذا كان في البلد فبسهوله تجيبوه، واذا كان خارج البلد ايضا بسهوله تجيبوه، عن طريق الاكاونت مالته والصفحه واللوكيشن والاي بي ويطلع لكم العنوان وكل شيء. فاريدكم تركزوا لي على هذا الشغلتين، هاي السمايلات الاضحكني من دخلت عليهن، وهسه مستعد اطلعهن بالمباشر، هسه مستعد ادخل لك على التعليقات واطلعهن. فهاي رساله الى جهاز الامن الوطني، تابعوا هذا الموضوع. شخواني يقول الله يرحم جميع شهدائنا الأبرار. أما حيدر يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمهم جميعا. أوان الورد تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان بحق محمد وآل محمد. أما حسين يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم أرحمهم برحمتك الواسعة واسكنهم فسيح جناتك. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع سبايكر، جريمة العصر اللي راح ضحيتها آلاف الشهداء. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة وموضوع رياضي وحدث مهم في البلد، ألا وهو استضافة العراق لبطولة
غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عام في مدينتي كربلاء المقدسة والعاصمة بغداد. ثلاث مجموعات، مجموعتين في بغداد ومجموعة في كربلاء المقدسة. العراق بعد بطولة الخليج وبعد ما شافوا الدول، دول آسيا ودول المنطقة ودول الخليج، بعد ما شافوا الحضور الجماهيري، بعد ما شافوا الأرض الخصبة لإنجاح أي بطولة، فتوجهوا نحو العراق حتى يستضيف البطولات. هذا ملعب، هذا ملعب أمامكم اللي هو ملعب المدينة، وأيضا ملعب كربلاء اللي راح يستضيف المباريات، مباريات المجموعات، وأيضا ملاعب التمرين اللي راح تتمرن عليها المنتخبات، ملعب الشعب، ملعب الزوراء، ملعب الكرخ لمجموعتي بغداد، وملعب التدريب في الثانوي في ملعب كربلاء راح يستضيف أيضا تدريبات المنتخبات اللي هناك. مجموعة كربلاء ضم منتخبات قوية، إيران وفلسطين وغيرها من المنتخبات، وأيضا مجموعات بغداد، الأردن، الإمارات، العراق، عمان، كثير من المنتخبات. خلي نتعرف على كل تفاصيل البطولة وكل تفاصيل المباريات وأيضا توقيتاتها وتصريحات المدربين وتمارين المنتخبات، كل التفاصيل اللي تريد تعرفها، حتى سعر التذاكر، حتى ما حد يسأل، سعر التذكرة في بغداد في ملعب المدينة 10,000 دينار عراقي، في ملعب كربلاء 7,000 دينار عراقي، هذا هو سعر التذكرة. هاي توقيتات المباريات وباكر مباراة الافتتاح اللي هي بين عمان ولبنان ساعة 6:30 في ملعب المدينة اللي راح يسبقها حفل افتتاح بسيط. هاي هي المباراة، مباراة يوم الاثنين، عمان ولبنان. بعدها الساعة 8 في ملعب كربلاء راح تكون مباراة سوريا ضد فلسطين، سوريا وفلسطين في ملعب كربلاء الساعة 8. بعدها نرجع لمباراة منتخبنا الوطني ضد الأردن في ملعب المدينة ساعة 9:30. هاي توقيتات المباريات، هاي اللي هي يوم الاثنين. يوم الأربعاء الإمارات والأردن في الساعة 6:30 في ملعب المدينة، وإيران وسوريا في ملعب كربلاء الساعة 8، واليمن وعمان في ملعب المدينة الساعة 9:30. يوم الجمعة أيضا عندنا لبنان اليمن، فلسطين إيران، العراق الإمارات، بالترتيب 8:30، 6:30، 8، 9:30. هذه هي جدول مباريات البطولة من يوم 12-14-16. تسع منتخبات مشاركة في البطولة، بواقع ثلاث منتخبات لكل مجموعة. الصعود أول المجموعة يصعد، وأفضل ثاني من بين ثلاث مجموعات يصعد، يصير مربع ذهبي، أربع فرق، واحد ضد واحد، الاثنين يروحون نهائي. فهذا جدول المباريات حتى يكون عندكم علم. مجموعة عمان ضد لبنان، مجموعة سوريا ضد فلسطين، ومجموعة الأردن ضد العراق، وراح يبقى مثلا إيران ستانباي يلعب بالمباراة مثلا اليوم الأربعاء، وهكذا العراق مثلا يلعب الاثنين ويلعب الجمعة، وهكذا إيران يلعب الأربعاء ويلعب غير يوم من هذه الأيام. مثل ما تشوفون هذا الجدول أمامكم، إيران يلعب الأربعاء ويلعب الجمعة، لبنان يلعب الجمعة وأيضا يلعب الاثنين، وهذا الجدول. المباريات 6:30 8:30، 6:30 8:30. كل مباريات ملعب كربلاء راح تكون ساعة 8، كل مباريات ملعب كربلاء للتذكير راح تكون ساعة 8.
جميع المباريات اللي راح تقام على هذا الملعب، اللي هي 3 مباريات راح تكون على هذا الملعب، 2 مباراة، الأربعاء مباراة، الجمعة مباراة، 3 ساعة 8، وكل مباريات مجموعات بغداد 1 ساعة 6:30 و1 ساعة 9:30. هذا في جدول التوقيتات، مثل ما شفتوا أمامكم التوقيتات. عندنا الأبطال المتوجين في النسخ الماضية، أول نسخة أقيمت في 2015 المتوج بها هو المنتخب الإيراني، هذه أول بطولة صارت ب 2015. البطولة الثانية ب 2021 التوج بها المنتخب الأردني. البطولة الثالثة 2022 التوج بها المنتخب السعودي، وهذه البطولة هي البطولة الرابعة في العراق. يا ترى من الذي سينال اللقب؟ عندنا أيضا صور من وصول المنتخبات، المنتخب الإيراني تحت 23 عام يصل محافظة كربلاء للمشاركة في بطولة غرب آسيا. بالمناسبة هذا اللاعب جدا مميز، هذا اللي بالصورة هسه كان بنادي فولاذ وهسه راح للسد القطري، لاعب مميز جدا. أحذر المنتخبات من هذا اللاعب، رقم 5 كابتن الفريق، أعتقد اسمه محمد هيتشي، مرة أجا لعب ضد إيران والعراق، صارت بطولة هنا، لعبوا مباراة ودية، فبوقتها استعانينا به لأن هو يحكي عربي بطلاقة من الأهواز، فسولفنا قلنا له يا برد لاعبين يحكون، هو راح جاب لنا ورتب لنا الأمور كلها، فهذا لاعب مميز جدا ويتنبؤوا له بمستقبل كبير. انتقل مؤخرا الى نادي السد. صور من وصول منتخب لبنان الاولمبي يصل الى بغداد، ايران وصل كربلة، لبنان وصل بغداد للمشاركة في بطولة غرب اسيا تحت 23 عام، هذا المنتخب اللبناني ايضا. كل اشقاء العراق هم وصلوا للعراق. ايضا الابيض الاماراتي في بغداد وصل المنتخب الاماراتي، هذا لاعب مهم جدا، اسمه حارث الحارث هيتشي، هذا الإماراتي لاعب مهم جدا، هذا أيضا خوش لاعب، راقبوهم. أيضا اليمن، المنتخب الأولمبي اليمني يحط الرحال في بغداد، أهلا باليمن السعيد، هذا هو، هذا مدربهم السائل، مدربهم سوكوب، هو مدربنا السابق، مدرب منتخبنا الأولمبي السابق، هسه يدرب منتخب لبنان الأولمبي وأيضا منتخب الأول في اليمن، اجى بطولة الخليج. منتخب الأردن الأولمبي يكمل مرانه في ملعب الزوراء تحضيرا لانطلاق بطولة الغرب آسيا، وهاي صور من تمارين المنتخب الأردني. كل تفاصيل البطولة موجودة. أيضا اتحاد غرب آسيا نشر في صفحته الرسمية عن جاهزية الملاعب. الاتحاد العراقي يعلن عن الجاهزية التامة في العراق حيث قام بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما اعتبارا من 12 الى 20 حزيران، من يوم 12 من باكر لحد يوم 20 راح تكون البطولة 8 أيام في فدي. منتخب العراق الأولمبي واصل تحضيراته لبطولة غرب آسيا. أيضا المنتخب الأولمبي زيدان، أحمد مكنزي، زيد تحسين، حسين لاوندي، مصطفى عمران المحترف في أتلانتا الإيطالي اللي ظاهرين بالصورة. هاي تمارين المنتخبات المشاركة في البطولة. هسا نجي على المؤتمر الصحفي اللي صار اليوم في فندق بغداد، اللي في مجموعتي بغداد، اللي بواقع 6 منتخبات. وصرح أوراد شنيش المدرب منتخبنا الأولمبي، قال هدف المنتخب العراقي هو الإعداد للأولمبياد باريس من خلال هذه البطولة. كل التوفيق يا كابتن راضي لك ولكل اللاعبين الأبطال. أما عبد الله أبو زمع مدرب منتخب الأردن الأولمبي، تذكروا عبد الله كان لاعب أردني بنادي الوحدات، يقول نشكر العراق على حسن الضيافة، ونحن كرياضيين ومن خلال هذا التجمع نعتبر فائزين بالبطولة، منتخب الأردن جاهز للبطولة ولدينا الإمكانيات، وجئنا إلى هنا من أجل الوصول إلى المباراة النهائية. هذا العمل يحتاج جهد وتعب داخل الملعب، من الآن نبارك للفائز وهارد لك لمن يحرز البطولة. تجمعنا قبل 4 أيام فقط وظروفنا تتشابه مع منتخب العراق،
فترة الإعداد دائما تكون قصيرة. مجموعتنا صعبة بسبب تواجد منتخب العراق على أرضه وبين جماهيره، وسنواجه العراق في الافتتاح وهذه مباراة صعبة. على اللاعبين الاستمتاع بهذه الأجواء الجماهيرية، وأتمنى تكون المباراة جميلة وتليق بالفريقين. راح نلعب احنا وياهم في مباراة باكر ساعة 9:30 في ملعب المدينة. ميغيل موريرا مدرب منتخب لبنان الأولمبي يقول بطولة غرب آسيا هي فرصة جيدة للاعبينا لمنافسة منتخبات وفرق مميزة. بدأنا التحضير قبل 3 أشهر تقريبا، حيث بدأنا العمل خطوة بخطوة. المنتخب العماني يتميز بالالتحامات والقوة البدنية، والمنتخب اليمني يتميز بالروح المعنوية. مجموعة لبنان هي عمان واليمن، ومجموعة العراق هي الأردن والإمارات، ومجموعة إيران وسوريا وفلسطين. هذه هي المجموعات. سوكوب يقول سعيد جدا بعودتي مجددا إلى العراق، إلى اللعب في العراق، لكن ليس مع منتخب العراق وإنما مع منتخب آخر. البطولة جيدة لاكتساب الخبرة، لأن فريقنا فريق شاب، قد لا نكون الأفضل لكن سنفعل ما بوسعنا. لقد كنت هناك وكنت في البصرة مع المنتخب الوطني في كأس الخليج، وكانوا معنا لاعبين صغار السن، والآن هم معنا في المنتخب الأولمبي. لدينا معلومات عن منتخب عمان، وأنا أتابعهم منذ نوفمبر، أنهم يعملون بشكل جيد من أجل التأهل لنهائيات آسيا. سيلفا مدرب الإمارات يقول نحن تواجدنا في العراق وسعيدين بذلك، كنا بمعسكر في مصر لمدة 10 أيام، وأعددنا للبطولة جيد لأنها محطة مهمة للإعداد قبل أولمبياد باريس. لدينا لاعبين موهوبين، لكن لا يمكن دائما أن نجاري المنتخبات الأخرى في القوة البدنية، ونحن نعمل على تطوير مهاراتهم في الكرة. عبد الله حمد وحارب عبد الله استدعيناهم لإعطاء الثقة للاعبين البقية، ونحاول إعداد فريق المستقبل. أي عبد الله حمد وحارب، حارب عبد الله، حارب هذا اللي قلت لكم عليه، هذا اللي شعره، هو هذا اللي أنا قلت حارث، هو اسمه حارب، هذا اللاعب المهم. هذا تصريح مدرب منتخب الإمارات. مدرب منتخب عمان أكرم يقول الهدف الأول من البطولة هو المنافسة، والهدف الثاني هو الظهور بمستوى أفضل. نحاول رفض المنتخب الأول بعدد من اللاعبين وخلق منافسة بين اللاعبين للحصول على أعلى مستوى. بطولة غرب آسيا تعتبر محطة مهمة، وهي من المحطات التي وضعها الاتحاد العماني للمنتخب الأولمبي. أيضا هذا الزي اللي راح يظهر به المنتخبات، انعقاد الاجتماع التنسيقي بحضور ممثلي منتخبات المجموعة الأولى والثانية والثالثة في مدينتي بغداد وكربلاء. مثلا العراق أبيض وأخضر، الإمارات أحمر وأبيض، الأردن أحمر وأبيض، إيران أحمر وأبيض أيضا كذلك، وفلسطين أحمر وأبيض. ما شاء الله كل المنتخبات أحمر أبيض أحمر أبيض، بس إحنا أبيض أخضر، هنا أنا شوية راح تكون أحمر أبيض أحمر أبيض. كل المنتخبات فراح نشوف هواي لعبات، هذا أحمر هذا أبيض هذا أحمر هذا أبيض، بس إحنا عندنا اللون الأخضر اللي باكر راح نلعب بيه ضد الأردن. إحنا أخضر باكر وهم أبيض باكر. هذا كل اللي عندنا ممكن نقدم لكم إياه في البطولة اللي هي راح تقام في بغداد وكربلاء. كل اللي عندنا حكيناه، كل اللي نمتلكه من معلومات حكيناها لكم، وكل التفاصيل أيضا، تفاصيل البطولة، تفاصيل المنتخبات، توقيتات، كل شيء موجود قلنا لكم إياه. فهذا كان موضوعنا الثاني اللي هو موضوع استضافة العراق لبطولة غرب آسيا. موضوعنا الثالث والأخير في فقرة فيس تو فيس هو موضوع غريب شوي، غريب من نوعه، يعني غريب من ناحية أنه شو أوصف لكم. بكل دول العالم أكو ناس تسخت بالعمل، إحنا نصح لها بالمدرج يعني بالدارج تسخت، هذا اللي ما يشتغل ماكو، هذا اللي ياخذ له مدري شنو، يروح ينام، يروح يلتهي له بشغلة زين، هذا اللي ما يشتغل هواي بالعمل. بالصين طاردين صيني من عمله. ليش؟ لأنه يقضي من 3 إلى 6 ساعات في المرحاض كل يوم أثناء العمل. أدري تنام
لو تكنك بالتليفون، لو تبقى تقلب بالتليفون، لو شو تسوي؟ فهمني. انت تقضي لك 3 ساعات مدرسة ساعات يومية، ماكو ايش تسخيت عمي. هذا هو ترند اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، الصيني اللي طردوه من عمله بسبب قضائه كل يوم من 3 إلى 6 ساعات في المرحاض، جلكم الله. زين، تنام مثلا، تنام تاخذ لك غفوه، شلون ما ترهم؟ قلب تطلع تليفونك مثلا، تقلب تليفونك ما ترهم. فهمنا انت شو تسوي بهاي الساعات كلها، شو تسوي؟ غير نفتهم، غير نفتهم يا حبيبي من هذا لهذا. خلينا نشوف التفاصيل، خلينا نشوف التفاصيل. طرد صيني من عمله بسبب قضائه 3 إلى 6 ساعات في المرحاض كل يوم أثناء العمل. دي الله بالله أدري شو تسوي يعني، تنام مثلا، تنام يعني، والله ما يعني شيء مو منطقي. أنا عبالي التسخيت بس بالعراق، واحد يسخت بالشغل يأخذ لنا الساعة طق له جقارة طلع حتى. زين عمي خلف الله على العراقيين، احنا ما نسخت هالقد، من 3 ساعات إلى 6 احنا ما نسويها بد، احنا ما نسويها، بس هذا الصيني يسويها. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت. عمار يقول خطية يجو وين ينام؟ عمار وين ينام؟ غير نفتهم وين ينام؟ يعني شيء مو منطقي، وين ينام؟ حنان امي تقول هذا قاعد مكنك لو يراسل، يراسل لو يكنك بال، فشي مو منطقي. شوفوا ليش غير يعني صدق، هو شو انت شلون تقضي هاي 3 ساعات؟ 3 ساعات إلى 6 هو العمل المتعارف عليه 8 ساعات، يعني انت تشتغل لك ساعتين. تعليق من خالد يقول هذا ما دام اشتغل ويا العراقيين الأدمي، عم خلف الله على العراقيين، ما يسختون هالقد، ما يسختون هالقد. نوفل يقول هاي الكلاوات مالته حتى احنا العراقيين نستحي نسويها. مرتضى يقول هذا زين، اكو ناس دوم نايمة بالشغل. هذا طبعا كان اخر تعليق. عمي اوكي، ناس دوم نايمة بالشغل، بس مو يسخت الى درجة 3 ساعات إلى 6 ساعات، مو هالقد، هالقد هواي يا عمي، كلش هواي. هذا ايش مشتغل بحياته اصلا؟ هذا كان اخر موضوع في فقره فيس تو فيس مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وفقره ترند تيوب، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقره ترند تيوب، حيث الفيديوهات. البصره منذ فتره، منذ ايام تعاني من نقص كبير وعدم وجود البنزين في البصرة ومحطات البصرة. بس شاهدنا فيديو غريب، مواطن صاحب سيارة أجرة تاكسي لين ماكو بنزين قاموا حرقها، ليش؟ شنو السبب؟ خلينا نشوف الفيديو. أيدينا الفيديو مخرجنا، أيدينا الفيديو. بنزين بمحافظة البصرة، مواطن يقوم بحرق سيارته قرب جسر محمد القاسي. المحافظ وين المحافظ؟ خلينا نشوف الان بسبب انقطاع البصر. المحافظ وين المحافظ؟ خلينا نشوف. هذا شيء مو منطقي يعني، اوكي ماكو بنزين بس هذا مو حل يعني. انت برايك انت هو هذا حل مثلا؟ اول شيء هذا حرام، انت جاي تحرق مالك وفلوسك وقوت عائلتك، انت غير معيش عائلتك بيها، فهذا مو حل. الشغلة الثانية، وين محافظ البصرة؟ وين وين وين؟ هي إذا أكو مشكلة بالبنزين فالمحافظ ما له علاقة، سمو دفاعا عن المحافظ، عنده واي أخطاء. بس هذا مو شيء مو منطقي، يعني أنت تحرق سيارتك لأن والله ماكو بنزين؟ لو تفلش مثلا دراجتك لأن المرور حجزك ظلت لا مو هذا أكو شيء مو منطقي إخوان. يعني هذا الفيديو انتشر بصورة كبيرة جدا من البصرة، مواطن يقوم بحرق سيارته بسبب عدم وجود البنزين. أو هاي أيضا رسالة يا أخوان إلى وزارة النفط أو الوزارات المعنية بهذا الموضوع، شاهية مو البصرة اللي المفروض تعاني،
مو البصرة أم النفط المفروض تعاني من عدم وجود البنزين. أكو شيء مو منطقي. البصرة تعاني ماكو بنزين. ماكو شيء. موضوع مو منطقي هذا. مو منطقي. البصرة ما بيها بنزين. عم العد أقرأ على باقي المحافظات السلام. أنا أشوف التعليقات. التعليقات ماذا كانت؟ علي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجتبى يقول وين المحافظ؟ أدري المحافظ رئيس وزراء لو وزير نفط. درفع صوتكم على بغداد اللي شفطة البصرة شفط. شلون بغداد شفطة البصرة شفط؟ ما أعرف. علمني إن كنت لا أعلم. شلون هذا المعلق خالد الحدي يقول لي كيف رآه كيف شاهده؟ علمني إن كنت لا أعلم هل لديك عين ثالثة؟ علمني يا مجتبى هل لديك عقل ثاني يفكر؟ قل لي شلون بغداد شفطته؟ هي غير حصص وبنزين خانات. فشوف المشكلة اللي بالبصرة شنو. هاي رسالة. مو البصرة المفروض تعاني إخوان. البصرة الخير بالبصرة، النفط بالبصرة، الموانئ بالبصرة. مو البصرة المفروض تعاني مع الأسف. حسين يقول استغفر الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسمات عطرة تقول والمحافظ شعلي. نسمات قبل كل شيء المحافظ مو بهاي الضاد، تكتب بالضاد أخت الطاء مو الضاد أخت الصاد. أنا راح أخليك شخطة، راح أخليك أصبعي هيك. المحافظ شعلي قابل هو باع الرئيس. الرئيس أعيد وأكرر، رئيس تكتب الهمزة أم إحنا كنا نصيح لها أم الكرسي بالابتدائي، أم الكرسي مو هاي لوحدها. قابل أحرق سيارتك، قال لك أحرق سيارتك. أخي هذا تصرفه غلط. السيارة شعليها وهسه شنو اللي حصلت؟ أنت الخسران. سأكتفي بنفسي يقول سيارته وهو حر. المحافظ شعلي. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو الأول اللي هو انتشر من البصرة حيث عدم وجود البنزين. الفيديو الثاني خلي نشوفه ونسولف أنا وياكم. بارك الله بهم جهاز الأمن الوطني اللي ألقى القبض على هذا التاجر اللي تاجر بالمواد المخدرة في بغداد. شكرا نقول شكرا لأن أنتم دائما تراقبون هذول الأشخاص اللي يطببون هاي المواد المخدرة اللي تقضي على الشباب وتقضي على الناس اللي الناس تدمن من وراها. نقول شكرا لكم وشكر كبير وشكر جزيل. هذا الفيديو من بغداد. الأمن الوطني يلقي القبض على هذا الشخص وبحوزته 5 كيلوات ما ادري ايش قد من حبوب ومواد مخدرة. بارك الله بكم. نشوف التعليقات ماذا تقول. يقول يا محفوظ السلام والبقى حي الله ابطالنا في الامن الوطني والداخليه. محمد يقول كفو ابطال رب يحفظهم. اما حسن يقول شنو الفائده بعد فتره يطلعون ويرجعون لعاداتهم القديمه. وهنا السؤال او هنا النداء. ما شاء الله وين ناشد. نناشد القضاء العراقي، من يتاجر في هذه المواد يجب أن تكون عقوبته صارمة، مو 2 و3 و7 و10 ويطلع وبعدين يرجع يشتغل. أما مؤبد ما يشوف الشارع بعد، لأن إذا لزم الشارع من جديد راح يرجع يشتغل من جديد. وبنفس الوقت أيضا يجب أنه دول السجناء اللي بهيجي
أثناء فترة الحكم نعلمهم، نشغلهم، نقومهم، نغير عقله وذهنه، خليه بالكت يبتعد عن هاي الشغلات من يطلع من السجن. هذا هو بيت القصيد. صادق يقول كنا نشوفها بالأفلام، هسه صارت واقع حال بالعراق، والمفروض كل واحد يتاجر بالمخدرات ينعدم فورا ويتعلق بقرة بتيه الكهربائية بيئته. ضائج ضائج صادق، ضائج والله يا صادق، حقك في كثير من ال، بس يعني مو بايل حقك، انه لازم عقوبته تكون صارمة حتى ما يكررها بعد، ما من يطلع يكررها، لازم منع من العقاب، اساء الادب نعرفها. هذا كان اخر تعليق من صادق بخصوص هذا الفيديو، اللي هو فيديو من جهاز الامن الوطني اللي القوا القبض على تاجر مخدرات في بغداد. الفيديو اللي بعده من لندن، حيث الإنسانية وغيرها من الأمور قاعدين يصورون بامرأة تلتهمها الكلاب السائبة، جلكم الله الحيوانات، وبس واحد هو أبو خلينا نشوف الفيديو ونسولف. شان تتصور ما تخابر الشرطة، ما تروح تفزع، سوي لك فعالية، اي مو بلاد الانسانية، اي مو بلاد المدري شنو، وظالين وهذا الحكي يوميا تحكون بي يا حبيبي. طبعا هذا الفيديو من لندن، نوب هذا ابو الكلاب، كلبين مدري ثلاثة، هاي ظالي يفتر بهن ثلاثة مدري اثنين، هسه تنطلعهن وما سيطرت عليهن، شنو الموضوع؟ لا هو قاعد يصور شلون متونس، قاعد يصور ما له علاقه. زين طفي التصوير، خابر الشرطه، ما بيها شيء طبيعي، خابر الشرطه يا بيج ويج، ذب التليفون، خذ لك فد ماسحه، خذ لك مكناسه، خذ لك بوري، قاعده ما الشمعه وروح هد. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. ابو سامر يقول الف الحمد لله على سلامتها، امين يا رب العالمين، خطايا شنو ذنبها؟ علي ربيع يقول الي صور شنو وضعه؟ والله ما ادري يا اخوي شنو وضعه. الظاهر هذا مقداد يقول هم هذول مو يحترمون الكلاب ويربون بيها ويفضلوها على الانسان، حيل بيهم. الله يا مقداد. ندى تقول نصيحة للكل، عندما تتعرض لهيج موقف اجفت على الكلب لو تلزمه من رقبته وكتل لما يتوب، اجفت على الكلب لو تكمشه من رقبته. اخويا ندى العمر هي مال دروب يا اخويا، ايوان اجفت على الكلب اجفت. علي يقول عندهم التصوير اهم شيء اهل الانسانيه، اي واضحه يا اخوي واضحه، عندهم التصوير اهم شيء. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. الفيديو اللي بعده من امريكا، زفه يمنيه لكن تم القاء القبض عليهم، ليش؟ بعد الفيديو نسولف. الشيء اللي ما تعرفوا انهم بعد ما القوا القبض عليهم اطلقوا صراحهم واخذوا وياهم صور، ليش؟ لانه السلاح اللي كانوا شايليه مو سلاح حقيقي، ولكن تم القاء القبض عليهم بسبب حملهم للسلاح والعادات والتقاليد في اليمن. زين فطلع السلاح في شنك بس هيك شايليه وما ادري شنو. فهذا الفيديو انتشر بصوره كبيره جدا، البعض قال ليش يلقون القبض عليهم ما ادري شنو هذا، هم طلعوا يابا شايلين سلاح ويتفاخرون بسبب العادات والتقاليد بالعراس وغيرها، الخنجر والسلاح وما ادري شنو. بعد ما القوا القبض عليهم الشرطه ودوهم لمركز الشرطه، طلع يابا السلاح مو حقيقي، قالوا لهم يابا احنا عندنا عرس وهاي عاداتنا وتقاليدنا
بالسلاح وهذا زين بشرفك بشرفك لو باليمن تشيل سلاح مو حقيقي ما تشيل سلاح مو حقيقي لا ليش هناك زين هسه انت متزوج وفرح وهوسه ورقص وما ادري شنو المن شايل السلاح اي المن خلينا نشوف التعليقات شنو كانت يقول مختار بعض افراد الجاليه اليمنيه في امريكا يخالف القانون ويظن نفسه في اليمن فيحمل مسدس او بندقيه صحيح امريكا اكبر بلد ينتشر فيه السلاح لكن يحتاج رخصه وفي اماكن معينه ويا يقول غير تكملون الخبر لعد هسانج قلت لك السلاح مو حقيقي واخبروا الشرطه ان هذه من عاداتهم واطلقوا سراحهم واخذوا صوره جماعيه لعد انا قلت لك يا ضياء مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى التقيكم في الحلقه القادمه نقول لكم في مال الله.